أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البداية بمنتخبنا التونسي أواصلي كرة القدم اللي باش يواجه اليوم نظير السنغالي في مقابلة الدورة النصف النهائي من مسابقة كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة للدور حاليا في مصر. اليوم بداية من الماتش 3 متاع العشية بتوقيت تونس بإدارة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، واللي باش تكون منقولة مباشرة على قناة بين سبور الرابعة وقناة الكاف على اليوتيوب. ونذكر أنه مباراة النصف النهائي الثاني باش تجمع اليوم كيف كيف بين نيجيريا وغامبيا، وتنطلق بداية من 6:30 متاع العشية بتوقيت تونس. بالنسبة لتشكيلة منتخبنا اليوم اللي باش يعول عليها المدرب عادل السليمي باش تكون على نحو التالي: رائد الجزاح محمود غربال، علي السعودي، ريان النصراوي، محمد أمين كشيش، غيث الوهابي، محمد وائل الدربالي، سامي شوشان، شيم الجبالي، محمد الضاوي، كريستو عثمان جبريل. في أخبار أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الهيئة المديرة للأولمبي البيجي أعلنت عن التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد بقيادة المدرب جمال خشيرم خلفا للمدرب طارق جراية اللي تحول لتدريب أهلي طرابلس الليبي. وباش يتكون الإطار الفني الجديد من جمال خشيرم مدرب أول، بديع الزواغي مدرب مساعد، مطيع الشطي ولطفي بن عاشور في الإعداد البدني، خالد الخلفي مدرب حراس، رمزي المسعودي أخصائي العلاج الطبيعي. إفريقيا، وبالنسبة للمشاركات في رقنا التونسية في المسابقات الإفريقية في دوري أبطال إفريقيا، الترجي الرياضي التونسي أنهى تحذيراته لمواجهة الزمالك المصري غدوة 5 متاع العشية في ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة من دور المجموعات بسفرة الحكم الكاميروني بليزن جوا. نذكر أنه فريق باب السويقة يتصدر حاليا ترتيب المجموعة هذه برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، في حين منافسه في مباراة غدوة الزمالك يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة. نبقى في الأجواء الإفريقية وفي مسابقة كأس الكاف، ممثل كرة القدم التونسية الاتحاد الرياضي المنستيري وصل تحذيراته لمواجهة تي بي مازيمبي الكونغولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في مباراة بشدور نهار الأربعاء ماضي ساعتين في ملعب حماد العقربي برادس، ويزفرها الحكم السنغالي ماجي تنداي بمساعدة كل من جبريل كامارا والشيخ توري. في أخبار لاعبين المحترفين الثنائي الدولي التونسي، هما اللاعب تروى الفرنسي سيف الدين الخاوي، مدافع نادي لوريون الفرنسي منتصر الطالبي، تم اختيارهم ضمن التشكيلة المثالية للجولة 26 من الدوري الفرنسي، خاصة بعد تألقهم مع فرقهم في المقابلات اللي دارت نهاية الأسبوع الفارط. نغيروا الاختصاص ونحكيوا على كرة السلة، وبالنسبة لبرنامج مقابلة الجولة الثانية من مجموعة التتويج اللي باش تتلعب على زوز دفعات، اليوم 6 متاع العشية ديربي الساحل في قاعة مزالي الاتحاد المنستيري يستضيف النجم الساحلي، غدوة 6 متاع العشية النجم الراتسي يواجه النادي الافريقي، في نفس التوقيت مباراة الدالية الرياضية بجرومباليا مع الزهرة الرياضية. في كرة اليد، منتخبنا التونسي انطلق اليوم في تربص التحذيري في المهدية واللي باش يتواصل اليوم 11 مارس. نذكر انه تربص منتخبنا يشرف عليه المدرب باتريك كازال ومساعده وحسام حمام، وباش تتخلوا زوز مقابلات ودية ضد المنتخب الاواسط يوم 8 مارس بقاعة قصور السيف، مقابلة ودية ثانية ضد مكارم المهدية يوم 11 مارس بقاعة المهدية. إذن هون نعطيكم قائمة الملعبية اللي باش يكونوا متواجدين في التربص هذا: أصيل النملي، فرج بن تقية، غسان التومي، عصام رزيق، طارق جلوز، عزيز العايدي، أسامة رميكي، يوسف الشتيوي، أشرف المرغلي، طه السماوي، محمد عمار، بلال العبدلي، فارس الغول، رامي حمام، وإسلام جبلي. في التنس، لعبتنا التونسية أنس جابر حافظت على المركز الرابع في التصنيف العالمي للعبة التنس المحترفات الصادر اليوم وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، واللي مشهدش في الحقيقة حتى تغيير، وين حافظت البولونية إيغا شفاتيك على الصدارة متقدمة على البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني، في حين الأمريكية جيسيكا بيغولا بقات في المركز الثالث. نذكر أنه أنس جابر كانت غابت عن المنافسات منذ شهر جانفي الفارط بسبب الإصابة، وباش ترجع المنافسات من جديد في بطولة انديان ويلز الأمريكية اللي باش تدور فعالياتها من 8 إلى 19 مارس الحالي.
خارج تونس في أبرز مقابلات اليوم في الدوريات الأوروبية في البريمير ليغا الأنجليزية، 9 مباراة برينتفورد مع فولهام في الليغا الإسبانية، كيف كيف 9 مباراة أساسونا مع سيلتا فيغو في الكالشو الإيطالي، سيريا زوز مقابلات 6.5 ساسولو يستضيف كريمونيزي، والتسعة غير بعد تورينو يستضيف بولونيا. نختمو نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية تساهم الرياضة في تعزيز المناعة وحماية سلامة القلب مع تحسين الحالة النفسية والحماية من الإصابة بالأمراض الصدرية. هذا كل ما عنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيد الترابلسي، ونتقابلو في مواعيد رياضية قادمة. لايف سبور.